الاكل يا جماعه اليوم راح نبدل ابننا، راح تبدلوني يوم كامل. جورجيا ما راح يكون معنا، اوكي؟ بالمقابل راح يكون في عنا ولد ثاني هلا. تمام، هلا ما بعرف يا ترى راح يعذبنا مثل جورجيا ولا لا. ما بعتقد، بظن لا يعني. شو؟ عادي عادي. يا جماعة اليوم رايحين نبدل جوجي بولد تاني. أصلا رح يصير عندي أهل تاني. لك جوجي ما بيتبدل بالدنيا كلها يا تاني. بس اليوم. بس اليوم. اليوم. اليوم هيك في ولد تاني. عادي، لأنه هيك رح يصير عندي أهل تاني غيركم. أي لو يستمر. رح أشتاق لك اليوم كتير. وأنا رح أشتاقكم كتير. قبل ما نبلش الفيديو، إذا أنتوا جداد على القناة ما تنسوا لايك، شير، وسبسكرايب. ويلا خلونا نبلش أنا وتالين. حرام. رايحين نجيب ابننا الجديد. ابننا الجديد. ابننا الجديد. ابنكم الجديد. ايه. انا رايح اشوف اهلي الجداد. اصلا نحن راح ندلل كثير ابننا الجديد. نجيب له العاب وناخذهم لعبه ونجيب له اكلات. يبا انتوا بالعاده ما بتجيبوا لي العاب. انتوا بتضلوا تجيبوا لي العاب فالليلة زعل. معقول تحب اهلك الجداد اكثر ما بتحبنا؟ ما بعتقد. طمنتني، صرت انا اللي عم غار. ماما عن جد كتير رح نشتاق لك حبيبي. وأنا. كتير كتير يعني. صحيح ما خبرناكم انه صار عنا سيارة جديدة، طبعا كله مؤقت يعني. هاي احلى ولادك احلى؟ هاي اصلا انت ما لك علاقة اليوم فينا. يلا هاي مو سيارتك اليوم، امشي قدامي. هاي. امشي قدامي. عن جد رح نشتاق لك ماما. انت بدك تشتاق؟ انا رح اشتاق لكم. عن جد؟ اشتاق لك العافية يا رب. شكلهم الجماعة بطلوا. بطلوا يعطونا ابنهم. برا ثانية. بندق الباب الغلط. لا. اقتحام. اقتحمنا البيت؟ اقتحمنا البيت احنا. هلو. هلا والله. هاي يا غالي. غالي ابننا الكبير. والله صرنا زمان نحن بدنا هيك يعني. اشتقنا والله اشتقنا. تشكرات. هدول اذا رجعتوني 10 سنين لورا. طيب ماشي. ما خلصنا. ايوه يلا يلا. ما خلصنا. ابوك انا ما في شيء نعطيكم اياه بس ابننا. لا بطلنا نلعب. بابا جايب العده تبعيتك الببرونه الغراض كذا. هلا حاليا سلمنا ابننا واستلمنا ابننا الجديد. مامي عن جد رح نشتاق لك كثير. وين بابا؟ ليك بابا؟ ليك بابا؟ هم بابا؟ هاي بابا؟ نيو بابا؟ لا رح نرجع لايام وقت كان جوجي عمره سنتين. بتشوفوا جوجي شو عم يعمل بدوننا ليوم كامل على قناه اي اس كي فاميلي. تمام؟ والله حننبسط، حتشوف ايش حنعمل. واكيد رح تشوفوا خلود شو بدي اعمل. خلود؟ رح تشوفوا شو عم يعمل على قناتنا. اوكي. في قائمة ممنوعات ولا لا؟ لا. ما في ممنوعات اليوم. حرام يا معتر يا حرام. مي جاهزة هون. ايه والبيبرونة والقصص كلهم. هلا تذكريني قديش كانوا بيحطوا حليب. جوا العيار بس هيك دي. بس فضيت. حيقلكم بدي هيب. بدي هيب. ها هيب يعني حليب. مهم في كل شيء تمام. خالد باي. باي. يلا 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 يلا. شاطر. يا اهلا وسهلا وشكرا على الولد الصغير اللي اعطيتونا اياه. يلا تعال عندي. شكرا. اوبا خالد ابننا فرش هون الالعاب وقعد وما راضي يترك جوجي ابدا. واو فيني انا وعم جيب الكرسي. حبيبي بدك ترجع ايام الولدنة يعني عرفت؟ على فكره في كثير اشياء اليوم رح نعملها، واصلا نحن رح ندلل ابننا اكثر ما انتم رح تدللوا ابنكم الجديد. هلا حتشوفوا شو حنعمل. ليكوا شكله اي بس تفرجوا. الله يا معلم الله. نحن قلنا ما عاملين هيدي القصص والكارسيت والبيبرون تقريبا من 11 سنه، يعني جوج عمره 11 سنه فنسيانين هي المواضيع، فاليوم رح تعيشوا انه بس نحن يكون عندنا ولد صغير انه كيف رح يكون الموضوع. ابنكم اجى مع بوسه على خده، مو تقولوا ابصر وين وديناه بابا، بس احنا ما خسرنا، هاي اجى بالبوسه على وجهه. اوكي اوكي. هاي منك منك. انت هلا حطي حالك انت شو رح تشوفي بابنك حبيبتي؟ تروح معنا؟ جود جوب ركبنا. لا؟ والله ليكو جوز هو اللي عم بيعتني إيه اذا صار عندك اخ. شو حلو. انا كثير بدي اخ صراحه. ان شاء الله يروح. تعال عند ماما. باي حبيبي. باي باي يا غالي. لانه ما حدا من اولادنا فارق معاه الموضوع. لا 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 لا
متكيفين عادي تقولي كل يوم ببدلوا بعض لانه رجعوا 10 سنين وماما وبابا يا حبيبي ايه رح يقدموا 10 سنين خلود واو ليك وهي البدايه اسا باي 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 او ماي جاد صرنا ام وابلة بيبي يا جماعة رجعت بالزمن أنا 10 سنين لورا هلا وأنا كمان يي كثير زعلانة هيدا الشعور فاليوم يوم كامل رح يكون عندنا بيبي اسمه خالد خالد هاي أوكي أول شغلة رح نعملها هلا أول شيء ومفاجئ أهله لخالد فيها تمام إنه رح نحول خالد لبوس بيبي أوكي أول شيء رح نروح نغير له ثيابه ونعمله مثل البوس بيبي تماما بعدين ناخذ خالد نلعبه ونشوف شو بصير معنا صار في كارثة لا هي العربية ما في الحمد لله على السلامة خلود يلا ليتس جو 1 2 3 اوبا والله برافو عليك فورا عرفت نسينا الولد بالسيارة يلا يلا برافو يلا تعال برافو يا ماما يا حبيبي حبيبي يا ماما خلود كيف؟ زمان ما هيك انشفيت عربية يا من أكثر من 10 سنين والله عن جد بيلبق لك نحن عن جد اجت بوقتها يعني انه صار عنا هيك بيبي لانه لنا زمان هترك تالين وخلودة مع بعض وروح هن يتصارعوا امشي قدامنا قدامي وانت اللي بدك تجره يلا لشو الله يستر من لما جوج رح يشوف هيدا الفيديو أيوة والله على قد يعني ما مخططين قصص نعملها نحن هيك يعني عم ندلل خالد باللا شعور بطريقه انه جوجي ما متعود عليها لانه جوجي عم نتعامل معه انه اكبر يعني عرفتوا فهلا رح يرجع ولد بعتقد هلا اول شغله اكتشفناها انه ابننا اليوم كثير هادي ما شاء الله يعني هادي لدرجه يعني مريح نفسيا بجنن بجنن ولا كلمه شو بتحب تلبس؟ خذوني على الالعاب ما بحب البوشيات جواب يلا مشي مشي يلا دورك هلا ولا دوري ولا مين؟ دورك خالد ليك ما تحمل كاكا اليوم ايه؟ خليها لبكره اوكي؟ لخالد كبت الحليب تاني كبت هون وكبت عم تمزح بس اهله يشوفوا هيدا الفيديو شو بده يصير فيهم اتس اوكي عادي في حدا بالمحل شايفني ايه يلا 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 لؤي اعطينا الحليب بليز بتسكتي خالص انت وردي كل البلاوي مني طب ما في غطا شو بدي اعمل حليب حليب يا مام يا حليب Why can't we face it? Keep on paper chasing All these made up reasons You're the only one for me قررنا من هون ناخذ هدول هلا هيدا بوس بيبي على طريقتنا اوكي ليش وهيك وبعدين رح ناخده عند الحلاق تمام هيك قررنا انا نعمل له تسريح على شعره Pushing the past again no You know my little trigger keep on triggering them all بعدين نروح نعمل له شعراته يلا هلا جينا عند الحلاق سألونا اذا رح يبكي هون النانو لا ونحن ما بنعرف بالموضوع طعميني خالد نو طعميني انت ما فارقة معه عملت شعراتك ومبسوط وقاعد ومكيف اكلنا هوا نحن يلي ما بقى صار يزورونا جوا من وراك تفضلوا كثير كيوت طلع كثير هلا جينا عند برجر كينج بدنا ناكل تاكل بطاطا
توتا انا رح اكل ما لي علاقه بحدا. بعرف انا بس يجي الاكل لو ينسى انه في خالد بالموضوع. ما اشتقت لجوج حبيب قلبي ابو الجوج. بس كمان والله ليك ما بيعذب كثير خالد. ها لا ما بيعذب والله. يلا يا عمري زعانه انت؟ على فكره انا بلبسه لجوج شيء هيك نظيف وهيك ف 90% ما بيتوسخ. خالد لبسناه ما له ساعه لابس ثيابه كله. الله يا معلم الله كله صار مبقع سوست كله دبق يعني صار بدك حمام يا ابني. ماما زمنها جاية بعد شوية جايبة حاجات. هاي لمين هاي لمين هاي لمين. واو هيك كأنه سخنة كتير نار. لا هذا بدك تشربيها انت مستحيل تعطيها بايده بيسبح دغري. على فكرة عم نبرد له واحدة واحدة لنطعمي ياهن. ايمت نحن رح ناكل؟ ما بعرف بس يخلص خالد؟ شكلنا اليوم ما رح ناكل نحن. برافو يا سلام على الدبق والله دبق يعني. وسخت حالك؟ ايه يلا لحق له ثانية برد له. ما بدك ثانية؟ تاتا؟ طعموني تاتا. كيف مرتاحة؟ يلا لانك قريب عليه انت جنبه لهيك يعني ما لاني لؤي ليك شو عم يعمل فرجيكم لؤي. لا لا ما تخبيها ما تخبيها فرجيني اياها. انا ليك لسه ما بلشت اكلي خلوني. اوكي يلا عذب حاله لؤي بس لو تعرفوا ليه لاني خلص الساندويتش تبعه. بطاطا ناجت. هلا جايين لمحل ما بتحب تالينو. هلا هو بقلبه عم بيقول واخيرا واخيرا يلا على اللعب. شوي محل التياب نزلوا على الأرض. خالد كار 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 ايه خلودي حلوة. واو يا سلام خالد راح يجرب كل السيارات اليوم. لا يا كيف قعد ليكو ليكو هون محل العرض ليكو وين قعد خالد. هلا آخر شي خالد صار بالسيارة الزهرية يعني هيلا البنات. يلا تعال رح افتح الباب. اوكي ليكو 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 باي. ليكو هلا تخبينا نحن هون نشوف شو بيعمل. والله ولا فارقه معه. اشتقت لجوز انا والله ما بشوف له اي غير جايب خلود من محله. رنا طبعا نجيب هاي السياره رينج روفر السبور لخلود. واو برافو. هاي خالد بيك شحنين له السياره. خلودي ليكو شو جبت له مشان يسكت لان كان عم يبكي. فامه كثير رح تكون مبسوطه كثير. سالي رح كثير تكون مبسوطه يعني اليوم اكل سوسيت واكل شوكولا واكل بطاطا نجت كل شيء ممنوعات اكلهم بالحياه. خلود بس تشوف هيدا الفيديو انت وكبير كثير رح تنبسط تقول واو قضيت معكم يوم واو. ما سيري حكينا يقول انا جاي لعندكم سياره. حبيبي يلا هلا رايحين
يا جماعة خلص شحن الموبايل فصرنا نحن اللي عم نغني الأغاني. اسمعوا يا يلا خضروات ويا خضروات نحن غذاء للحياة. على فكرة أنا قاعدة خالد بيحضني لأني ما عرفنا نسكر الكارسيت فوضعنا اليوم يرسى له. يا جماعة هلا رايحين نرجع خالد لأهله وكمان ناخد جوز لنشتقنا له قد الدنيا ونشوف قديش مبسوط لأني جوز بعت لي إنه أنا بدي أسهر عندهم ما في داعي تجوا لأنه نعمل موفي نايت. وات؟ هلا رح نفاجئ أهله بشكله بالسيارة. أوكي يلا. واو واو مسشور شعراته اول مره يروح حلاق خالد عن جد غالي استنتك قوي شو يا غالي كيفك تذكر هاي اللي بتضرب بابا هي هي قلت عليه واو كان اشطر واحد بالفريق والله كثير كثير سعداء نحن معلش ما تشوف يعني قول لهم شكرا كثير قول لهم بتجننوا انتو قول لهم بابا عندك كثير انبسطنا اليوم خلودي باي 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 شكرا على ابنكم ليوم كامل كثير انبسطنا فيكم ميرسي كثير كثير عن جد شكرا على ابننا رجعتوا لنا اوكي يا جماعه هلا رجعنا لهم ابنهم واخذنا ابننا كثير انبسطنا بهاليوم الحلو استرجعنا ذكريات 10 سنين لورا اكيد هلا لازم بيبي خلاص ان شاء الله يا رب بتحبوا بكره كمان تسترجعوها كمان مره لا والله انا بالنسبه لي كثير انبسطت مع خالد والوي كمان انبسط بس رقدنا كثير يعني روحنا كالوريز اوكي الفيديو عندهم على قناتهم بصندوق الوصف تحت روحوا شوفوا جورجيا شو عمل كيف اليوم يعني انبسط كثير فكيف ما كان اليوم روعة 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 اوكي بتروحوا بتشوفوا على قناتهم هو بصندوق الوصف وكمان حساباتنا على انستغرام كلها بصندوق الوصف هلا رح نقول لكم فيديو اليوم خلص ان شاء الله يكون عجبكم اذا انتم جدد على القناة ما تنسوا لايك شير سبسكرايب لاف يو سو ماتش تابعونا حساباتنا على انستغرام باي 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 وينه شو 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 بيبي بيبي بيبي